حيا والمواعيدنا الرياضية، البداية بكرة اليد. البارح الحدث كان نهائي البطولة الإفريقية أواسط النهائي في قاعة رشيد خواجة بالمهدية. للأسف المنتخب الوطني التونسي لم يتمكن من نيل اللقب القاري، منتخبنا انهزم ضد المنتخب المصري 29-25. هذا إبراهيم لاغا مدرب منتخب الأواسط يتحدث الزميل فوزي بن سالم على أهمية التأهل للمونديال رغم الهزيمة، بالإضافة لتقييم أداء منتخبنا خلال البطولة. والله الحقيقة معناتها باش نجم نقوله حتى الهدف اللي كان مع الفريق هذا هو كان الحقيقة تحاول تتأهل بطولة العالم، معناتها التأهل نجم يكون من مرتبة خامسة كان جاو 10 فرق ولا مرتبة الرابعة. اليوم نلقاو احنا في المرتبة الثانية نلعبوا فينال ضد مصر ونطمعوا باش نربحوا. هذا كان نتيجة معناتها الحقيقة المباريات اللي قمنا بها ضد المنتخب المصري ضد المنتخب الجزائري والمغربي اللي هما زاد الحقيقه زاد قاعدين يحضروا عندهم اكسبيريونس اكثر من الفريق اللي عندي. الحقيقه الفريق هذا يخدمت معاه سور لو بلان فيزيك سور لو بلان مونتال سور لو بلان تكنيك سور لو بلان سورتو معناتها اوتوماتيزم، على خاطر فما برشا ملاعبيه اول مره يلعبوا مع بعضهم. دونك هذاك اكستريم الحقيقه في الديشي تكنيك اللي قاعدين نشوفوا فيه. فما حقيقه رياضه الحقيقه ان شاء الله بالخدمه ديما نقولوا هذاك هو تخدم واكثر وقت تخدم دو مانيير سيانتيفيك مع جوالات موتيفي مع ستاف كومبيتون مع ثقه الجامعه فينا احنا ان شاء الله انه بقدره ربي المستقبل يكون خير ان شاء الله. إن شاء الله المستقبل خير، بالتوفيق لمنتخبنا في قادم الاستحقاقات إلى كرة القدم. اليوم 11 متاع الصباح بقاعة الندوات بالإدارة الوطنية للتحكيم بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم، اليوم الموعد مع عملية القرعة الخاصة بسحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، البطولة اللي تنطلق يوم 12-13 أكتوبر القادم. وهيئة التسوية المكلفة بتسيير الجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت البارح من بين قراراتها تقسيم نوادي الرابطة الثانية جغرافيا قبل سحب عملية القرعة اليوم. المجموعة الأولى فيها مستقبل المرسى، النادي القربي، أمل حمام سوسة، نادي حمام نوم، جمعية تريانة، مستقبل وادي الليل، النجم الرادسي، جمعية مقرين، الملعب الإفريقي، المنزل بورقيبة، جندوبة رياضية، هلال مساكن، القلعة الرياضية، سبورتينغ المكنين ومكارم المهدية. المجموعة الثانية فيها هلال الشابة، شبيبة القيروان، البعث الرياضي ببوحجلة، نسر جلمة، أولمبيك سيدي بوزيد، مستقبل قصرين، تقدم ساقيت الدير، سكك الحديد الصفاقسي، كوكب عقارب، محيط قرقنة، الملعب الجابسي، أمل الرقبة، هلال الرديف والأمل الرياضي بجربة. أكيد على قرارات هيئة التسوية المكلفة بتسيير الجامعة التونسية لكرة القدم، الهيئة أيضا من بين قراراتها التمديد في أجال إيداع ملفات الانخراط الموسم الرياضي 2024-2025 إلى يوم 30 سبتمبر على أن تكون الملفات مستوفاة الشروط القانونية والوثائق المطلوبة. أيضا الهيئة المكلفة بتسيير كرة القدم قررت التمديد في أجال الفترة الأولى لإيداع ملفات انتداب اللاعبين الهواة إلى غاية 30 سبتمبر 2024. أخبار يهم النادي البنزرتي، الهيئة المديرة للنادي البنزرتي أعلنت البارح تعيين سامي القفسي مدرب جديد للسيابي. سامي القفسي يخلف عماد بن يونس، الهيئة المديرة اللي في وقت سابق أعلنت انتهاء أو إنهاء العلاقة التعاقدية بينها وبين المدرب عماد بن يونس. نذكركم ببرنامج مباريات ناوينا التونسية في مسابقة رابطة الأبطال وأيضا كأس الكونفدرالية. مباريات الإياب، إياب الدور التمهيد الثاني رابطة الأبطال نهار السبت 21 سبتمبر 7 متاع العشية في ملعب رادس، الترجي يستضيف نادي ديكاداها الصومالي. مباراة الذهاب نذكروا فات للترجي 4-1، والمباراة مباراة العودة باش يديرها توغولي أكليزو غناما. نهار السبت أيضا دائما في كأس رابطة الأبطال الدور التمهيدي الثاني مباراة الإياب في ملعب وهران، مولدية الجزائر يستضيف الاتحاد الرياضي المونستيري، مباراة يدير الحكم الجنوب أفريقي توم أبو نجير. ونذكر مباراة الذهاب وفات لصالح الاتحاد هدف دون مقابل.
إلى كأس الكونفدرالية الإفريقية نهار السبت 21 سبتمبر في ملعب الطيب المهيري 6:30 متاع العشية. النادي الرياضي الصفاقسي يستضيف روكينزو البوراندي، مباراة يديرها الكونغولي مالالا كابانغا. نذكر مباراة الذهاب وفات للسي اس اس هدف دون مقابل. ونهار الأحد 22 سبتمبر 6 متاع العشية في وهران، اتحاد العاصمة الجزائري يستضيف الملعب التونسي، مباراة يدير الحكم السوداني صبري محمد فاضل. ونذكر مباراة الذهاب وفات الملعب التونسي هدف دون مقابل. نذكركم ببرنامج الجولة الثانية البطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، بقية المباريات نهار الأحد 22 سبتمبر 4:30 متاع العشية النادي الإفريقي شبيبة العمران، نهار الأربعاء 25 سبتمبر 3:30 مستقبل سليمان، الترجي الرياضي في انتظار تحديد ملعب المباراة، النادي الرياضي الصفاقسي 3:30 يستضيف اتحاد بنقردان، نهار الخميس دون حضور جمهور 3:30 الملعب التونسي نجم المتلوي، الخميس 26 سبتمبر و6 متاع العشية في ملعب بن جنات المنسير الاتحاد المنسيري يستضيف النجم الرياضي الساحلي. كرة السلة، بعد غلق باب الترشحات لانتخاب المكتب الجامعي بتاريخ 12 سبتمبر الفارطة، اللجنة المستقلة للانتخابات بعد اجتماعها قررت قبول قائمة وحيدة تدخل انتخابات المكتب الجامعي لكرة السلة، انتخابات مقرر انعقادها يوم 22 سبتمبر، قائمة وحيدة برئاسة السيد علي البنزرتي. نرجع لكرة القدم، دوري أبطال آسيا دور المجموعات، الجولة الأولى البارحة التعادل 1-1 بين العين الإماراتي سد القطري، 1-1 بين الشرطة العراقية النصر السعودي، الأهلي السعودي فاز على بيرسيبوليس الإيراني 1-0، استقلال طهران فاز على الغرافة القطري 3 أهداف دون مقابل. اليوم الخمسة متاع العشية الريان القطري يستضيف الهلال السعودي. عودة كأس رابطة الأبطال الأوروبية بنظامها الجديد، اليوم مباريات اليوم أبرز المواجهات 6:15 يوفي بي اس في اندوفن، 8 متاع الليل ميلان ليفربول، ريال مدريد في نفس التوقيت يواجه شتوتغارت، سبورتينغ لشبونة ضد ليل، بايرن ميونخ ضد دينامو زغرب 8 متاع الليل، و 6:15 يونغ بويز السويسري ضد أستون فيلا الإنجليزي. هكا نكملوا أخبار الرياضة، أجمل تحيات رفقي، إلى اللقاء.